ولمزيد من المعلومات حول ملف الموازنة ينضم إلينا مراسلنا أحمد مغيث من بغداد. أحمد، حدثنا عن تفاصيل هذه الجلسة التي دارت اليوم وعدد المواد التي تم تمريرها، هذه الموازنة المثيرة للجدل، ضعنا في التفاصيل. مساء الخير ديار. يعني البرلمان ربما وصل إلى قناعة وإن كانت متأخرة بحسب المراقبين أنه أن يصوتون على الموازنة بشكلها الحالي ويتجاوزون الخلافات عليها يعني هو أفضل من تأجيل الموازنة لأيام وأسابيع يعني ماضية. بعض النواب أكدوا بأن الموازنة ربما لا ترضي جميع الكتل وجميع الذين طالبوا بتعديل بنود الموازنة، لكن بالمجمل التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية مردود الإيجابي على الشارع وعلى الدولة هو أفضل من التأجيل الموازنة. إلى الآن البرلمان صوت على كل فقرات الموازنة، أجل التصويت على المادة 41 وهي المادة الخاصة بتمليك أصول قطع الأراضي الزراعية إلى المواطنين. يعني هذه المادة بحسب التسريبات من داخل مجلس النواب ستؤجل إلى ما يعني إلى نهاية جلسة اليوم، لكن البرلمان أضاف 12 مادة إضافية على المواد التي تم التصويت عليها، يعني وهو الآن في صدد قراءة هذه المواد المضافة ومن ثم التصويت عليها. من ضمن هذه المواد المضافة ربما يعني هو أهم مطالب كتلة الفتح النيابية هي إضافة أو إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي. الحديث كان على 12,000 درجة وظيفية سيعاد 12,000 منتسب من الحشد الشعبي، لكن حسب التسريبات ربما سيصعد الرقم إلى 30,000. وهذه كلها كل عمليات التصويت وكل عمليات أو كل فقرة تم التصويت عليها يعني خضعت لمبدأ التوافقات السياسية. نمرر هذه المادة على حساب المادة التي يعني تخدم الكتلة الثانية ديار. نعم أحمد، أيضا هناك حديث عن حذف بعض المواد في الموازنة، إن كانت هناك فعلا يعني صحة لهذه المعلومات حدثنا عنها، وما هي هذه المواد؟ نعم ديار، يعني ابرز المواد التي حذفت وتم يعني تجاوزها في موازنه 2021 الماده 20 التي تخص استقطاعات رواتب الموظفين، الماده 38 التي حذفت بالمجمل الخاصه ببيع اصول الشركات الحكوميه، الماده 41 كما ذكرت قبل قليل تم تاجيلها الى نهايه الجلسه، والماده 42 و43 حذفت وهي التي يعني حذفت بالمجمل وهي المواد الخاصه بحق التصرف باقامه مشاريع سياحية وخدمية على أراضي الدولة، كذلك المادة 43 حذفت وهي الخاصة ببيع أصول الدولة وهي من المواد الخلافية الرئيسية في الموازنة. جميع المواد التي ذكرتها هي حذفت باستثناء المادة 41 أجلت يعني إلى نهاية الجلسة ديار. نعم، هل هناك أيضا مواد أخرى مضافة، ومتى ممكن أن يتم الانتهاء من تمرير الموازنة بشكل كامل؟ يعني على عكس المتوقع ديار، اليوم البرلمان يعني عندما عقدت الجلسة يعني هناك مرونة في تمرير المواد والتصويت على باقي المواد، وكما ذكرت قبل قليل هذا كله يخضع لمبدأ التوافقات السياسية بين الكتل. يعني من المتوقع أنه أقل من ساعة ربما البرلمان ينهي التصويت على الموازنة بالكامل، وعودنا رئيس مجلس النواب أنه يعقد مؤتمر صحفي داخل المركز الإعلامي هنا في مجلس النواب يعني بعد التمرير الموازنة، وعلى ما يبدو أنه الاستعدادات حتى يعني العناصر الأمنية هنا في المركز الصحفي يعني دخلت قبل قليل، ربما هو تمهيد لعقد مؤتمر لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ويعلن من خلال المؤتمر أنه تم التصويت على الموازنة. أغلب الكتل السياسية مع وجهة نظر أنه وإن كانت لا تلبي الطموح لكن الأفضل أن تمرر الموازنة بهذه الصيغة دي. نعم، باختصار يعني من خلال متابعتك أحمد، هذه المواد الخلافية أو التوافقات بخصوص هذه المواد كيف تابعتها؟ هل هي تبشر بخير أم ماذا؟ يعني ديار بداية الموازنة عندما وصلت إلى مجلس النواب وصفها بعض النواب بأنها موازنة انتخابية، يعني البعض من المقاطعين لموازنة 21 يصفون أن بعض المواد الخلافية هي لغرض الدعايات الانتخابية المبكرة أو ما شابه ذلك، يعني قضية سعر صرف الدولار، قضية إعادة المفسوخة عقودهم بوزارة الدفاع الداخلية الحشد، هذه كلها تندرج ضمن الحملات الانتخابية للنواب. لكن يعني بالمجمل حتى قضية ديار قضية
الخلاف مع حكومة الإقليم، يعني بالتالي يعني تم الاتفاق اليوم على نفس الاتفاق الأول الذي حدث في بداية نية البرلمان لتمرير الموازنة، وبعدها يعني نسف الاتفاق، لكن اليوم البرلمان عاد إلى نفس الاتفاق الأول وهو تسليم 250 ألف برميل يوميا، يعني أقيام هذه البراميل بمتغيرات، يعني بمتغير سعر البرميل النفطي. يعني بالتالي يعني لا جديد، نفس الاتفاقات أعيدت اليوم، لكن يبدو أن التوافقات السياسية هي التي يعني حلت الخلافات بين الكتل يعني لتمرير الموازنة وفقرات الموازنة المختلف عليها. نعم. أحمد مؤيد مراسل يو تي في كنت معنا مباشرة من داخل مبنى مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا.